وسائل يسأل فيقول أنا رجل أبيع وأشتري في الدخان وكل دخلي تقريبا من الدخان، فهل يجوز لي الطعام والشراب والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير؟ وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي هل لي أجر فيما قدمت من أعمال الخير أم لا؟ هذا يا أخي من البلاء العظيم، قولك تشتري في الدخان من الدخان وغير دخل من الدخان هذا من البلاء، فعليك أن تبادر بالتوبة وأن تقلع عن هذا البلاء وأن تسأل ربك العافية منه وأن تسلك مسلكا آخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر. أما الدخان فقد قرر أهل العلم المعروفون والبصائر قرر تحريمه وشره العظيم، وأنه تسبب مشاكل كثيرة ومضار عظيمة، وأنه بهذا محرم، لا يجوز التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، وأن الواجب الحذر منه وعدم استيراده وعدم الأكل من ثمنه. فما جاء حصل لك من هذا الباب ينبغي أن تصفه بوجوه البر، وإن كان ما هم عندك شيء يقوم بحاله أبقيت عندك منه ما تحتاج إليه ويقوم بحاله حتى يوليك الله من فضله بالطرق المباحة، وما زاد على ذلك من على الثمن الخبيث من زيادة من طريق الدخان يصرف في وجوه الخير لتخفيف شره ويقضي المسلمين به في مساعدة الفقير ومساعدة الغريب وإصلاح دورات المياه حتى إلى ذلك من الطرق الخيرية حتى تسلم من شره إن شاء الله. ونرجو أن لا حرج على فيما مضى، أن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وبيقول يعني هذا يدخل في حديث من غشنا فليس منا، هذا قد يكون نوع من الغش يبيعه على الناس، الغش يكون بالسر يكون بالإخفاء، وأما الدخان بيعه ظاهر وغش، لكن الغش من جهة تمكين الإنسان مما يضره ويحسب أنه جيد وأنه نافع وأنت تمكنه مما يضره بريحك عليه الدخان وتمكينه من الدخان ويضره، وقد يظن أنه لا يضره بسبب أنك تبيعه عليه وربما اعتقد فيك أنك جيد وأنك لا تبيع ما يضر الناس، فهو نوع من الغش في هذا الباب، فالواجب الحذر منه وأن تتوب إلى الله من ذلك وأن تبتعد ما عندك وتحرق ما عندك من الدخان وتستجيب إلى الله عز وجل.